هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الرياضيات، الصف السادس الأساسي، الدرس الثاني، قسمة الأعداد، من صفحة 8 حتى الصفحة 11. لازلنا في هذا الدرس أيضا علينا أن نعلم المجال هو الأعداد والعمليات، والمحور والأعداد الكلية. سأشرح مثالا على قسمة الأعداد وهو موجود في صفحة 5. يعتبر مفهوم للقسمة. أقسم عددا كليا من 3 منازل على عدد من منزلتين، وأفسر معنى الباقي في مسائل القسمة. هذا ما سنشرحه في هذا الدرس. مثال على ذلك: استهلكت سيدة 450 غراما من الطحين لصنع 15 قطعة حلوى. كم غراما من الطحين تحتاج لصنع القطعة الواحدة؟ هذا يعني سأقسم 450، وهو عدد مكون من 3 منازل، على 15، وهو عدد مكون من منزلتين. أختبر معلوماتي السابقة بأن أجد ناتج القسمة وباقيها في كل مما يأتي. أولاً 3600 تقسيم 6، ثانياً 95 تقسيم 3، ثالثاً 805 تقسيم 6، ماذا سأتعلم في قسمة الأعداد؟ سأتعلم القسمة، وهي العملية التي يتم فيها تقسيم الأعداد المقسوم والمقسوم عليه والباقي وناتج القسمة. مثال على آخر: عدد الأشخاص الملتحقين بدورة تعليمية هو 875 موزعين بالتساوي في 25 شعبة. ما عدد الأشخاص في كل شعبة؟ أي أفكر أن أقسم عدد الأشخاص 875 على عدد الشعب 25 لأعرف عدد الأشخاص في كل شعبة. هذا مثال توضيحي. لنبدأ بحل مثال الأول، ومنها يتضح لنا معاني الكلمات الآتية: القسمة، المقسوم، المقسوم عليه، الباقي، الناتج القسمة. أجد ناتج قسمتي 497 على 21 وباقيها. لنعرف ماذا تعني وباقيها، سأبدأ بالحل خطوة خطوة، وأوضح لكم أيضا
من هو المقسوم ومن هو المقسوم عليه ومن هو الباقي ومن هو ناتج القسمة. سأبدأ بالعدد 497 مؤلف من 3 منازل يسمى المقسوم، حيث يتم تقسيمه على 21، حيث يعتبر الرقم 21 المقسوم عليه، أي تم تقسيم العدد بثلاث منازل على العدد 21 بمنزلتين. لنبدأ عملية القسمة. سأخذ أول رقمين 49 وأقسمها على 21، سيكون الناتج 2. إذن 2 يسمى ناتج القسمة. سأضرب ناتج القسمة وهو 2 في المقسوم عليه وهو 21، حيث يساوي 42. ثم أطرح 42 من 49، أي من المقسوم. تذكر إن المقسوم كان 497. سيتبقى لدينا 7. أعيد، 2 ضرب 21 يساوي 42، ثم 49 ناقص 42 يساوي 7. 7 هو الباقي من القسمة، لكن تبقى لدي الرقم 7 من 497، أنزله بجانب الرقم 7 ليصبح 77. الخطوة الرابعة، سبعة وسبعون تقسيم 21 يساوي 3. 3 ضرب 21 يساوي 63. سأطرح 63 من 77 ليكون الناتج 14. الآن 14 هو ما تبقى من ناتج قسمة من 497 تقسيم 21. الناتج يساوي 23 والباقي 14. الآن 14 هي أقل من المقسوم عليه وهو 21، حيث لا يمكنني تقسيم هذا العدد، لذا ينتهي عملية التقسيم وتكون الناتج 23 والباقي 14. أكرر، حاصل قسمة 497 تقسيم 21 هو 23 والباقي 14.
سأتحقق من صحة الإجابة باستخدام القاعدة الآتية: الباقي، هل تتذكر كم كان الباقي؟ نعم، 14 زائد ناتج القسمة وهو 23 ضرب المقسوم عليه 21 سيكون الناتج 497 وهو بالضبط المقسوم. أو 14 وهو الباقي زائدا حاصل ضرب الناتج القسمة والمقسوم عليه يساوي 497 زائدا 14 يساوي 497. فإذن الباقي زائد حاصل ضرب ناتج القسمة في المقسوم عليه تساوي النتيجة المقسوم. أكمل عملية القسمة وأجد ناتج القسمة وباقيها. حاصل قسمة 657 تقسيم 15 عليك إيجاد الناتج في هذه العملية. إن العملية قد تمت حلها بفراغات عليك ملؤها، أي حاصل قسمة 65 تقسيم 15 يساوي فراغ. كم يساوي؟ وحاصل ضرب النتيجة الأولى في 15 وهو المقسوم عليه يساوي فراغ. وحاصل طرح 65 ناقصا ناتج حاصل ضرب الناتج في 15 يساوي فراغ، ثم أنزل الرقم 7 بجانب هذا الباقي ليتم عملية التقسيم أيضا، وأضرب الناتج أيضا في 15 لأطرح الناتج حاصل ضرب الناتج الثاني في 15 وأحصل على الباقي. قرأته لكم كما موجود في الكتاب. المثال الثاني: أجد ناتج القسمة وباقيها في 425 تقسيم 13. حدد المقسوم والمقسوم عليه وناتج القسمة والباقي. سأبدأ بالحل. كما نعلم 425 هو المقسوم، والعدد 13 هو المقسوم عليه. لنبدأ الخطوة الأولى بأخذ أول رقمين هما 42
بتقسيمه على 13، سيكون الناتج 3. 3 ضرب 13 يساوي 39. 42 ناقص 39 يساوي 3. الآن أنزل الرقم 5 وهو المنزلة الثالثة في الرقم 425، أضعه بجانب 3 يصبح 35. 35 تقسم مرة أخرى على 13، الناتج 2. 2 ضرب 13 يساوي 26. الآن أطرح 35 ناقص 26، الناتج 9. بهذا انتهى قسمة 425 على 13. الناتج هو 32 والباقي 9. بما أن الرقم 9 أقل من الرقم 13 وهو المقسوم عليه، ولم يتبقى لدي رقم حيث أن العدد هو 425، فإذن لا أستطيع تقسيم رقم 9 على 13. في هذه الحالة يكون باقي القسمة 9. لنتحقق الآن من الإجابة، علي أن أضيف الباقي وهو 9 زائدا حاصل ضرب الناتج في المقسوم عليه، أي 32 ضرب 13 يساوي 416. فإذا الناتج يساوي 425 وهو نفس العدد الأصلي الذي ذو 3 منازل الذي استخدمته في التقسيم في عملية القسمة وهو المقسوم. فإذا أعيد، الناتج يساوي المقسوم. في هذه الحالة تحققت أن حلي صحيح. أحاول، عليك أن تجد ناتج قسمة وباقيها في كل مما يأتي: 894 تقسيم 31، 357 تقسيم 25، 25. أقيم تعليمي. أولا أجد ناتج كل مما يأتي: 350 تقسيم 7. ثانيا 400 تقسيم 2. ثانيا أكمل عملية القسمة وأحدد ناتج القسمة وباقيها في كل مما يأتي: 956 تقسيم 52،
937 تقسيم 15. ثالثاً، أجد ناتج القسمة وباقيها في كل مما يأتي: 489 تقسيم 46، 830 تقسيم 24، 24. هذه مسألة رياضية عليك حلها. مسرح فيه 975 مقعدا موزعة في 15 صفا. أكرر، مسرح فيه 975 مقعدا موزعة في 15 صفا. ما عدد المقاعد في كل صف؟ المسألة التالية: قال زياد أنه يمكن أن يكون باقي القسمة مساوياً للمقسوم عليه أو أكبر منه. بين رأيك بما قاله زياد مبرراً إجابتك. إلى هنا انتهى الدرس.